دام ان الدراسات عيل، ما هي عاصمة مملكة البحرين؟ أزعل من عمان. عمان عاصمة البحرين؟ شلون عمان؟ اليمن. اليمن عاصمة البحرين. عاصمة البحرين. دخلت البلاد وايه يعني يا اخي؟ ما كلنا دول عربية وفيها ايه يعني؟ فيها ايه لو كانت عاصمة الكويت القاهرة مثلا؟ ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. حطيتي دول الخليج وباصغر دولة بالخليج، تخيلي. عاد عشان نكبرها. مستحيل يا شيماء. اوكي، السؤال اللي بعده. ليش كل ما تشوفين وجهي تضحكين يا اخي؟ ما تحلفنيش يا اخي، ونسيب الحلقه تم.